الكرويه مبنيه على دائما على لاعبين، وانا اتابع مؤخرا المستوى المنتخب الموريتاني صراحه فريق منتخب ممتاز يعرف ماذا يفعل، رغم انه رقميا وكحضور وكلاعب صراحه بالنسبه لي، ولو ان صراحه كلهم سجلوا، ولكن بالنسبه لي اليوم انا حضوره كان اقوى واقام اكثر. سنتعرف بعد قليل مشاهدينا على نتائج تصويت المشاهدين في الساحه الافريقيه. نختم الان بناء من اجل التطور، الانتصار الاول على المنتخب عربي في تصفيات كأس إفريقيا، وكان وراء هذا الانتصار مساهم كبير في هذا الانتصار. نعرف دائما المنظومة الكروية مبنية على دائما على لاعبين، وأنا أتابع مؤخرا المستوى المنتخب الموريتاني صراحة فريق منتخب ممتاز يعرف ماذا يفعل، رغم أن خيبة الأمل التي كانت مؤخرا في كأس إفريقيا لم يعطي ذاك المنتخب الذي كنا ننتظر، ولكن ضربة المتكررة التي حرمته نتذكر من كأس العالم 2018 إلى أنه متى ما كان جاهزا يعتبر عنصر فعال، دينامو محرك يسجل يمرر في كل شيء فيه. وأعجبتني كلمة زامخ، كلمة النفس ناكل الزامخ. لاعب ضده أيضا ضد العربي وقيمته كبيرة صراحة، لاعب متميز دائما يلعب على الأطراف بالضبط الجهة اليسرى، ولكن غريب ما تعرفوا كيف يراوكم من اليمين أو اليسار، تقنيا ممتاز للغاية، ذكي جدا، التموضع ديالو المراوغة ديالو.